ثانية اعلموها، احفظوها، افهموها، ادركوها. العقيدة والإيمان هما ركيزتا وجودنا وثباتنا وبقائنا، لكنهما لا يمكن أن يصلحا كسلاح مواجهة ومجابهة إذا لم يضف إليهما يد تبني وسلاح يحمي. إن القرآن الذي يهدي إن لم يكن معه يد تبني وتترجم آياته وسوره، وإن لم يكن معه سيف يحمي نوره وانطلاقته وإشعاعه، فلا يمكن أن يحدث أثرا على وجه الأرض. أخاطب أولئك المتمشيخون، أولئك الذين يغررون أمتنا ويخدعونها ويعطونها من حقن النوم الطويل الكثير الكثير. أخاطبهم: لا تخدعوا أمتنا، لا تخدعوها حينما تخاطبوها بأنها يجب أن تكتفي بعقيدتها وبإيمانها وعمل الصالحات دون أن تنزل إلى ميدان العمل وبيد تبني وبيد تحمل السيف الذي يحمي. العقيدة والإيمان مهما كان قدرهما عند الله، ومهما عظمت مكانتهما عند الله، ومهما كان لهما من أثر ووزن وثقل، لا يمكن أن يصلحا كسلاح يجابه الأعداء ويرد الحقوق إلا إذا اقترن معهما يد تبني وسيف يحمي. وعلينا أن ندرك هذا. فالعقيدة المجردة والإيمان المجرد والعمل الصالح في دوائر التعبد، هذا وحده لا يكفي أبدا، لكنه جزء لا بد منه وشرط لا بد منه. يا أيها الأحبة، هذه حقيقة ثانية علينا أن نفهمها فهما صحيحا. تدرون لماذا؟ لأن أمتنا ولله الفضل والمنة تمر في هذا الوقت العصيب بحالة من الرجوع إلى الله والإقبال على بيوت الله والإقبال على كتاب الله، لكن كل ما أخشاه أن يتلقف أجيال الأمة ويستقبل وفودها القادمة على الله أناس ليسوا أكفياء وليسوا أهلا للتربية والتوجيه والتعليم، ولا يحسنون أن يرشدوا صحوتها أو أن يبرجوا طاقتها الإيمانية التي تتولد الآن، فيدخلوها من النوافذ لا من الأبواب، ويوجهوها الوجهة الغير صحيحة فيدخلوها في دوائر الكهنوت ودوائر التعبد، ويجعلونها تشتغل بما فوق السماء وما تحت الأرض. أما ما يجري على وجه الأرض فلا دخل لنا بذلك. ما تقولونه في أناس يتصدرون التعليم والتوجيه والبيان، يخاطبون أمتنا في زمن ذبحها، يخاطبون شعوبنا وسكير الأعداء على الأعناق، يخاطبوننا ونحن نعاني موتا بل مجزرة بشعة رهيبة على أيدي أعدائنا، ونحن نعيش حالة من هجوم مباغت، هجمات من كل الجهات، ما تركت شبرا من أرض إلا دنست، ولا سنتيمتر في جسد إلا طعنت. في هذا الزمن ما تقولون في أقوام يوجهون الأمة ويوجهون أتباعهم أن لا تتدخلوا؟ هذا قضاء الله وقدر، من تدخل بهذا اختل إيمانه، لا دخل لنا، لا شأن لنا. إن هؤلاء إن لم يكونوا طلائع للأعداء متقدمة في ديار المسلمين تمهد لهم الطريق، فليس لهم وصف غير هذا أجده لهم أيها الأحباء. إذن نحن نرى صحوة أمتنا، نرى إقبال شيبها وشبابها ورجالها ونسائها على الله وعلى بيوت الله وعلى كتاب الله وعلى نهج محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي نخشاه ونخاف منه أنه يتولى قيادة زمامها وتوجيهها من ليس أهل، فتصرف الطاقات في غير المحل وتتحول إلى خلوات وبكاء ودمعات وسجدات ولقلقة لسان وطقطقة صبح وكهنوتية من التعبد لا شأن لها بكل ما يجري على الساحة. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.